Un cochonaté. Je Je sais ne pas. sais pas si mon famille Dis-nous si c'était pas ton last name. Dis-nous. Zahraoui. هو سي ان بون لا ريس حاب لي اسمي لكم شي كنيه الخنفوريه ولا فهمتي لا لا ولكن الزهراوي فهمتي احسن من بارك بارك حديقه ولا صعب مش لا هو وفهمتي زعما هذيك بارك زعما بحال ما نكتبش الزهراوي آية علاش بوركوا تو ام لو كوريا علاش تو ام لو كوريا انا جو ام لو جابون كولتور انت بوركوا تو ام انا كتعجبني ولكن اكثر هذيك لا فاغ كوريان المهم الكولتور ديالهم ميم لي سيري اللي كيديرهم هذوك اللي كيدراما و لا لا نوريتور لا لانغ المهم كاع داكشي سا مانتيريس صراحة هما الماكلة زوينة أنا ملي كنت في واه أمريكا مشينا ناكل كوريا باربيكيو عندهم داك الشيء مزيان فهمتي كتحطوا في كتعرفي كوريا باربيكيو كي داير كوريا اه باربيكيو عرفتهم ولكن كاين عندهم شابك وكاين واحد بحال واحد المقلة وكتبيع فيه اللحم واه واه وتم كان كيديروا لك اول يو كان ايت زعما كتخلص 30 دولار وانا كنمشي لهم صايم فهمتي كنخلص 30 دولار وكيبقاو يجيبوا لي اللحم all you can eat ولكن داكشي حلال ها حلال داكشي صراحة بارك اي نهار كبير هذا وان شاء الله نشوفوك في كوريا مرة اخرى وتكوني في شي سيري فهمتي تكوني في شي سيري نعم 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 المهم كنا مع الناس ظريفة ما نفهمش الفرنسي هضروا بالعربية اخويا احنا هذاك الكوريين باربيكيو كاين اللي حلال فهمتي عطى الله الحلال كاين كوريين باربيكيو حلال دابا تخرج اشاعة خوت الساموراي كيضرب الحلوف وكيضرب اودي المهم هوز نيكست شكون بغى يدخل عاوتاني شكون بغى يدخل ليتس جو لايف زوين اليوم فهمتي الناس اللي كيدخلوا هذا اللايف اليوم فهمتي شويه عندهم ما يتقال عاده بنادم بغي ساكت بنادم ما عرفتش مالو مجي مريض نفسيا خاصو العلاج خاصو شي سايكايتريست يشوف واش عنده شي دادي ايشوز فهمتي شي واحد عندهم دادي ايشوز ومامي ايشوز كيدخلوا لي هذا اللايف معقدين ولكن اليوم الحمد لله ايفري ونز هابي كلشي هابي كلشي ضاحك فهمتي كلشي ناشط يلا يلا ليتس جو كي سكي نيكست سكيلو نيكست سكي السعودي دخلوا فين هو السعودي دخل مش تشوش انا الصراحه السعودي طلع لي فراسي السعودي اللي كتسمعني راك طلعت لي فراسي فهمتي لا كاين شي 10000 دولار باغي دير لنا شي مسابقه شوف السعودي انت خاصك فهمتي خاصك تخدم معانا انا غادي ندير واحد المسابقه ندير واحد الكومبيتيسيون غادي نسولهم اسئله وانت دير لينا برايس فهمتي دير لنا برايس فهمتي هديه و جيفت اللي يربح شي 10000 دولار ولا يربح فهمتي خدم معانا السعودي مروج ولا خوتو بغيتكم تمشيو كلكم عند السعودي قول لي دير لنا كومبيتيسيون فهمتي راه ما عندنا لا فلوس لا والو يلا سكي نيكست سكيلو نيكست موا يلا شوف راه الدخول ما تهضرش ما يبقاش فيك الحال لما خرجتك فهمتي احنا ماشي جايين هنا باش نسكتو يلا ليتس جو موا لا لا سين سين ندخل دختنا اد اد قول بحال واحد صيفط لي شي لعيبه يلا يلا دير اكسب صافي دير اكسب الو السلام عليكم عليكم السلام. كي دايره بخير الحمد لله كي درتي صحيحه وعلى سلامتك. بقينا كنقولوا مي 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 شنو سميتك ايمان وعلاش مسميه راسك صامي وعلاش الشيخه كتسول كيفاش علاش كنسول دري انت وعلاش دايره كون دري علاش بغيت تسول علاش بغيت تعرف انا ما خاويش لهادشي يلا تلاحي سيري كملي الناس ديالك شاد العباطه هادي وحده كتدخلها كتقول لها علاش مسوي على المطول يلا قد يا الاوت قد يا الاوت
شي اخوتي ملي كدير الناس معاهم بخير فهمتي كيركبوا فوق راسك كيبغيو يبسالوا عليك فهمتي هادو هادو راه ما كانوش ايامات الدارك ساموراي هذاك كون راه فهمتي كون راه شلط ولكن فهمتي ولات ظريف وبنادم كيبغي كيبغي يبسال عليك اودي وحده داخله بكون الدري وكتقول لها علاش داخله بكون الدري كتقول لك علاش كتسول برو برو المهم اخوتي نيكست نيكست شكون اللي بغى يدخل وطلعني يلا اخويا اطلع يلا اجي اجي انا اول مره بعدا نشوف دري داير كون ديال الدري عاد عشان فهمتي الدراري كيديروا كون ديال الدريه فهمتي باش طلعوا السلام عليكم دابا القضيه ولات معكوسه اودي سارو من هذا يا صاحبي اخويا الساموراي اللي طلعتي لينا دابا اخويا ما عرفت عليك والله اعلم اخويا بخير هو هذاك انت اخويا راه عندك الكوريكسيون ديال ماينكرافت بعدا ما قادش نهضر معاك راك كلك مكعبات ومربعات دير 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 شي 4 جي ولا شي لعبه باش نهضروا معاك مزيان اخويا دير دقيقه دقيقه يلا يلا سير خونا داير يلا يلا اخويا يلا فين مشي هذا غير نعطيو واحد 10 سكندز بين ما يدير الكات جي باش ما يقولش ذبتي علينا وحيدتينا هادي ان مينيت هادي هادي راه 15 مينيت يلا خويا يلا سير سير سير, سير الله يعاونك سير 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 حك شي تعبئه حك شي واش انت في فرنسا عندكم التعبئات تما سير سير عند لو حانوت فهمتي يقول لي عطاك شي تعبئه ميديتيل ديال فرنسا فهمتي وحكا ودير روشارش خرج عليا انت بهذا الكومنت العبيط ديالك انت راه ما كتفهمنيش انت ما عارفنيش فهمتي خرج 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 كده يلا كده يلا اوت ايوا طلعني الدراري بروسلز يلا اخويا طلع هذا قال لك اخوتي من بلجيكا سو ليتس اد هيم ها يلا اخويا الو السلام عليكم السلام عليكم كي داير اخويا كي داير ساموراي كي داير بخير عندك الكونيكسيون تاع عاجبني فهمتي عندك الكونيكسيون عندك الضو ايوا راك عارف كونيكسيون تاع بلجيكا كل شيء خاص يكون عند الانسان العادي فهمتي الله يحفظك اخاي الحمد لله كي داير بخير الحمد لله اللهم لك الحمد كي داير انت شويه لا بس اش كدير في حياتك انت كتبيع البيت انا خدام في الريستورون وحق مع الكورونا جالس في الدار في هذه الساعه اش كاين شي خدمه كاين شي حاجه اش كدير ما كاين والو يو هاف تو فيرمي افيك لو ويز ذا كورونا فيروس وي كانت ورك خاي زربتي علينا بالانجلي واش اخويا مشيو بالفرنسي مشيو بالانجليزيه مشيو بالعربيه كاين والله لاك راك كاين اي قول لينا خلينا في العربيه حيت عندنا بزاف ديال واش كدير والو اخويا انت شحال في عمرك بعدا 28 28 تبارك الله واش خدام دابا خدام ولا خدام خدام حق جالس في الدار خدام اونلاين زعما نو كنخدم في واحد الريستورون وي وي نعم نعم مع هذاك الريستورون ساد مع الكورونا جالس في الدار شباب تخاف اي كان ورك وير يو جيتينغ ذا ماني فروم فروم ذا ستيت مان لايك سي كوم 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 جو في دير سا كوم لو شوماج شوماج ايكونوميك شوماج زعما ديال ان امبلويمنت ان امبلويمنت تكتب فوالا ار ما خدامش كي بلجيكا كتخلصك شحال كتخلصك 3 شهور 70% في السالير ديالي بوغ توجور ما كاينش شي ليميت وحتى يمشي هاد الكورونا الزمر هو كورونا راه باقي يا خويا راه كورونا دابا عاد راك عارف دابا جالس غير في الدار ريستو سادو جالس في الدار داير انا وريك بلاي ستيشن ويلي هذا راه ماشي الشوم اخويا انت راه هو الملك دو بلجيكا
راه ميريكان ميريكان راه كيخلصهم ان امبلويمنت غير 3 شهور وديك الساعه دبر راسو لقى خدمه. انت من نهار ما جالس الحمد لله طاميو والله سي الحمد لله اخويا سعداتك. فين راك انت دابا في المغرب ولا؟ اخويا انا في المغرب انا بحالك ولكن ما كاين لا 70% ما كاين. فوقاش هو ترجع لامريكان اخويا امريكان صافي مشات علينا في امريكان خاصني شي زوجة فهمتي خاصني نتزوج. وقبضتي الدبلوم بعدا ياك؟ ها؟ قبضتي الدبلوم بعدا؟ قبل قبضنا الدبلوم وما درنا به والو كون غير جلسنا. يا والله يعاونك اخويا. ايوا شكرا اخي شو سميتك؟ نادر. شكرا اخي نادر وتهلا يا فراسك وعيش عيش لي واحد بك صوري تهلا فراسك بارك الله فيك وادي شو مغد دو بلجيك يلا يا صديقي يو بنادم بنادم عايش الحياة من نهار ما بداش كورونا كي ريستو ساد هو كيتخلص والله لا بلجيك سي بيان مون امي والله لا بلجيك سي ميو كول اوف فرانس جو بونس جالس وجالس كيلعب فورتنايت وشرى التلفازة شرى التلفازة ال او دي وانت انت انت جالس او دي عيش عيش لي مع راسك يلا سكي نكست سكيلو نكست غير ما كرهناش اخوتي شي وحده امريكانيه انا واش كاين واش كاين شي وحده امريكانيه انا مغربيه امريكانيه جزائريه امريكانيه فهمتي نشمو غير ريحه لاميريك تورينا غير امريكان فهمتي نشوفو الايام اخوتي الايام كتنوض في الصباح كتمشي لدانكن دوناتس انا كنهبط كنوض في الصباح كنمشي عند الحسن كنضرب الحرشه سبحان مبدل الاحوال اخوتي ما شوف ما عمرك تفرح بداك الشيء بالسيتويشن اللي انت تكون فيها فهمتي ما عمرك تفرح ديما اقول فهمتي يا ربي دوم علينا هذا العمل اللي احنا فيها سي با ميو كو لا فرانس واخويا انا جو بونس سي ميو منين انا جالس غير في الدار وكيجيني 70% من الخلصه فور ايفر تتسالي قالك تتسالي كورونا كورونا مرة ما غاديش تسالي كان اي بي ذا نيكست وان يلا يسي يلا من الدوناتس للحرشه وحق الله ويا ميس نوال السلام عليكم طيب والسعوديه يمشي حالي السلام عليكم كي دايره سيستر صافا تري صافا كومون طاليفو صافا بيان الحمد لله تو هذاك هذاك الحجاب ما رابطاش مزيان ما رابطاش مزيان هادي جو سوي دون مون لي با دو بروبليم رابطي مزيان ورجعي اللايف تبقى جالسه هكا خدي راحتك زعما اتر كونفورتابل سي با غاف هادي جو سوي كونفورتابل صافا Comment la vie avec toi? Kulchi labas? Labas, alhamdulillah. Moi, je suis pas arabia, je suis chlha. Du coup, je parle pas très bien arabe. Je m'en fous, tu es toujours les gens. Je suis pas arabe, je suis chlha. Je m'en fous, tu es mon ami de France. Tu es de Maroc, oui? Oui, je suis marocaine. Toujours les gens, ils veulent expliquer son origine. Ça. Son mentalité, il dividait les gens beaucoup. Je suis de Chine, je suis ça. Tu es humain, de Maroc. Salam alaikum. Qu'on a fouqara, qu'on a masakin. Ça fait qu'on a qu'un charbon et qu'on a qu'un harcha. Exactement, alhamdoulilah. Alors, Mouham, dis-nous, tu es de France? Tu habites en oui. France? Ouais. Comment la situation en France? La situation en la France, elle est compliquée. Hein? Non, en vrai, alhamdoulilah. Je peux parler français ou je dois parler anglais? Oui, francophone. Francophone, ouais. Alhamdoulilah, ça va, la situation, elle passe. Pour les étudiants, ça va. Après, c'est un peu compliqué, ça commence à réouvrir petit à petit. C'est pas ouf, c'est pas comme avant, mais ça va. Oui. Alhamdoulilah. Tu travailles ou tu es sister chômeuse? Non, je suis étudiante. Étudiante, baka katqra en master. Un master management économique et droit. Baga tkouni mohamia, tu veux être chou smit mohamia, lawyer? Non. Je vais pleurer moi dans la cour de la justice. Mais non, toi il faut être mohamia pour
Pour défendre. Il y a beaucoup d'oppression à France pour les sisters, oui ou non? Yes. J'écoute, tu ne peux pas travailler si tu mets le hijab, ça c'est vrai. Ah, moi, alhamdoulilah, je peux, mais c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de sœurs de mettre le foulard. C'est non, pas facile. Hein. Mais moi, écoute, normalement, quand tu fais le hijab, tu mets le hijab et tu vas travailler, normalement, ce n'est pas de problème. Je veux comprendre. Ben oui. Je veux comprendre la logique de les Français. Il dit quoi? C'est quoi la raison? Il laisse pas les gens avec hijab travailler. Tu veux qu'on dise une imitation? T'as les Français. Je te fais comment on dit une imitation en anglais? Imiter. C'est bizarre ce que t'as sur la tête. Mais pourquoi tu portes ça? C'est tes parents qui t'ont forcé? C'est ton papa? C'est ton frère? T'as pas l'impression d'être bizarre sous ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont... Zamakin, ils ont l'impression que soit t'es différente, soit tu mets ça parce que t'es forcé de le mettre. Ils se disent pas, Zama, c'est une envie. Zama, je me dis que le hijab, non, c'est juste parce que bah, c'est bizarre. Si tu portes ça, comme si t'étais une femme soumise. Mais frère, alhamdoulilah, je vis bien... Non. Moi, c'est pour ça que j'aime l'Amérique. L'Amérique, ce n'est pas le parfait pays, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais écouté quelqu'un, il met le hijab, il ne peut pas travailler, il ne peut pas être dans le gouvernement. Juste la France. Et la France, elle nous casse la tête. Toujours, nous aimons la liberté. Nous sommes la laïcité. Il n'y a rien. Ils juste parlent. Ah, ils ont d'agir. Bzef. C'est tout. Mais s'ils ne parlent pas des musulmans, ils l'ont pour les musulmans, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, ils vont mourir. Oui. Ils vont s'ennuyer. Moi, j'espère, il faut vous les musulmans, il faut, vous avez des representations, tu sais, à la gouvernement. Tu sais, quelqu'un qui parle pour vos droits, il n'y a personne dans le parlement. Ils sont partis dormir. Allah, c'est très triste. Ça, c'est pas grave. Après, quand il y a Rabbi, c'est malish, tu vois, on se bat et après, on verra bien. Rabbi, oui, il y a Rabbi, mais Rabbi, il n'a pas dit pour toi, reste à ta maison et se bat. Non, va, fight. Mais oui, mais est-ce que. C'est difficile hein, d'aller se dire ouais bah vas-y je vais me prendre la tête avec le travail, je vais aller au chez le juge etc. Non, on se dit pas ça, tu vois, c'est compliqué. C'est vas-y, on te dit ouais, enfin soit on t'insulte, on te parle mal, on te dit des choses, tu te dis mais allez, c'est pas grave, tu sors. Après c'est ça hein, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Mais bon, inchallah, t'inquiète, on va retourner au Maroc, on va y travailler. Et on sera tranquille. Ya Rabbi, elle est comme ça. Inch'Allah. Très proche, Inch'Allah. Inch'Allah, khair. Merci. Ya Allah, c'est comme les qu'raïa d'yelk, bich t'koni. Inch'Allah, khair. Merci. Allez, bye. Ya Allah, salam. Au revoir. Derriyat. Je n'ai pas besoin de faire des derriyat qui font des qu'raïa. Je n'ai pas besoin de faire des derriyat qui font des qu'raïa. De France, de France, de doula. الهاليكا الدولة اللي فهمتي دولة دي ما عرفتش علاش بنادم كيمشي لفرنسا ناري يا خوتي بغينا شي حرب نمشيو على فرنسا. انا شوف انا الدول كاملة في العالم كنحترمها وعزيزة عليا مي فرنسا فهمتي فرنسا خرجت علينا وخرجت على الجزائر وخرجت على لافريك وما خلات حتى شي حاجة ما دارتها وفوق هذا الشيء كتجي وكتبغي تبين راسها بحال هي فهمتي لونج لو بي دي اونج فهمتي حنايا انجلز وحنا ضريفين وحنا كنبغيو الحقوق وحنا ناري اخوتي بجوج عرب وكيهضروا بالفرنسيه. اول حاجه العابط هذه ماشي عربيه هذه شلحه. وثاني حاجه هي في فرنسا فهمتي فجالسه كتهضر بالفرنسيه حيت كاينين متابعين لنا بالفرنسيه وانت ما فهمتش اصلا. ما بنادم فهمتي خاصو يقول شي حاجه بنادم سبحان الله
مستحيل ترضي الجميع، فهمتي؟ بنادم خاصو يقول شي حاجه. بغاني زعما نبدا نهضر معاه بحال داير لقاء في الجزيره. اذا اخبرينا كيف كان الوضع في فرنسا، هل هنالك، ما هي اخر التطورات والتعاديات والتداعيات؟ شنو بغيتي نقول للدراري؟ السيده راه عايشه في فرنسا وكتهضر بالفرنسي وماشي تاع عربيه، السيده شلحه، فهمتي؟ بشار اخويا بشار. يلا سكي نيكست، هوز نيكست؟ فين هو السعودي؟ خاصنا السعودي، خاصنا السعودي ندخلوه يهضر معاكم بالفرنسي، حيت انا عييت صافي. عييت نهضر بالفرنسي. خاص السعودي فهمتي، الفايس بريزيدنت ديالي، النائب ديالي، يجي يتكفل بيكم فهمتي، يطلق عليكم هذيك النويطه ديال موائط وا سناب شات امي، هذاك الشيء اللي خاصكم نتوما. شكون هذه كتقول اغيت الياس؟ هذه شكون هذا جالس كي باغي تعلب على وحده وجالسه كتقول لي اغيط ولا كيفاش؟ راه كنشوفكم كيف في لي بيتيز ان بلوكي، راه الصبع خدام كي بلوكي، بقاو ديروا لي بيتيز. دخلنا دابا اخوتي، دخلنا الفرنساويين، دابا نقلبوها شويه اسبانيش. يلا فين هما الصبليونيين؟ فين هما الصبليونيين اخوتي؟ الا كاين شي واحد صبليوني توحشنا داك مول ليغينغز اخوتي، الله قلبوا عليه اخوتي، عرضوا عليه مول ليغينغز، نشوفوا واش دار شي بيزنس جديده من غير ما كيبيع ليغينغز. الساموراي عندنا الوطني، طلعنا. يلا دخل اخي، نعطيكم شويه جرعه د الموتيفاسيون. الو السلام عليكم. كي داير الساموراي؟ لاباس عليك، كلشي مزيان. انت قلت وطني نهار الثلاث، وشنو كيعني زعما الوطني؟ زعما الباك، الباك لاست يير. الى الشعب انت، حيت انا فهمت كاينين بزاف د الشعب. انا ايكونومي. شحال من شعبه كاينه؟ فهمني الله يرحم الوالدين. كاين بزاف، كاين ايكونومي، كاينه سيونس مات، سيونس فيزيك، اس بي، كاين بزاف. وهادو كل واحد وقسم ولا كيفاش؟ اه كل واحد فهمتي، كل واحد في قسم، كتلقى في ليسي واحد، كتلقى فيه مثلا خمسه ديال ولا سته ديال لي فيليا. نعم. وكتحس هذا النظام زوين؟ حيت انا الدراسه اللي قريت فيها شنو فيها؟ شويه كاين وفيه ادبي، صافي عندنا غير جوج. كل واحد وفاش كيرتاح. كتلقى دابا مثلا واحد ما عندوش مع المات، ما عندوش مع هذا، راه كيدير ايكونومي. كتلقى واحد عنده مع المات كيدير سيونس مات، فهمتي؟ نعم. المهم انت واجد، واش دابا شحال دابا كاين في اللايف؟ كاين 1064، قول 40 يدعوا معانا وصافي. يلا اخو انت، راه قلت لك راه واخا نصيفط لك 200 للسوديس شي ميساج في الواتساب، نقول له قول لكل هذوك الحرام اللي ما كيدعوا معاك، راه ما غاديش تنجح. لا ما قاريش حنا راه ما عايشينش في المعجزات دابا اخويا، راه خاصك تقرا. واش اجي نقول لك دابا في الاقتصاد، شنو النظريات اللي كيقراوكم؟ واش كيقراوكم على هذاك فريدمان، على الكابيتاليزم، ولا شنو كيقراوكم؟ كيقراونا عندك فريدريك ليست، دافيد ريكاردو بزاف. نعم. وكتعرف شنو هو الديماند اند سبلاي، ياك؟ شنو هو؟ خوتي هذا ديما السؤال ديما اللي كيجيوني ديال اللي كتعقلوا في اللايفات القدام، فهمتي؟ اي واحد كيجيني هذا الاقتصاد كنقول له واش كتعرف ديماند اند سبلاي. وواحد كان تقريبا كان عنده واحد الامتحان في التاسعه ولا في العاشر وقال لي ما كنعرفوش، وانا استغربت حيت هذا هو اهم كونسيبت في واش هو ديك لا لوا ديال لوفخي لا دوموند. لوفخي دوموند كتكون فاش كتكون دوموند، فاش كتكون دوموند كبر من لوف، كيكون دوموند ديما فهمتي، دوموند غوليه لي بخي. لا ولكن عارف الاسباب اللي كتزيد لوفخ واللي كتنقص لوفخ واللي كتزيد البخي واللي كتعرف هاد الاسباب على حسب المارشي، على حسب المارشي كي كان المارشي. ولكن مثلا دابا انت لا التكنولوجيا زادت، مثلا دابا انت عندك واحد المصنع ديال الطوموبيلات،
والتكنولوجيا زادت فجأة، وليت كتقدر تصنع بزاف ديال الطوموبيلات، شنو اللي غادي يطلع؟ شنو اللي غادي يمشي علينا؟ لي بخي غادي يطلع كيفاش التكنولوجيا زادت عندك وليت كتقدر، كنتي كتصنع غير طوموبيله وحده في النهار، وليتي كتصنع 10 طوموبيلات، علاش لي بخي غادي يزيدوا؟ وحيت البروديكسيون غتزيد اصاحبي. والوف خلي غادي يزيد، انت دابا يو كان اوفر مور، دابا انت كنتي ولات عندك واحد التكنولوجيا كتصنع 10 طوموبيلات بلاصه الطوموبيله، ف اودي سير الله يسهل عليك ان شاء الله تنجح ويكتب لك. امين اخويا، شكرا. عندك شي اخويا راك عزيز وصافي، شي بغيت نقول لك الله يحفظك اخويا، الله 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 يسهل عليك اخويا، الله يسهل عليك انت يا اخي، الله يسهل عليك اخويا. الله اش نقول لك، اش نقول لك، ما عرفت الصراحه فهمتي واش الايكونوم اللي كيقراو فهمتي في المغرب غريب الاطوار، ولكن انا كنظن في الايكونوم ما كيقراوكمش هذا الشيء فهمتي، ديال الاسباب ديال علاش الاوف كيمشي هكا والديموند كيمشي هكا والبري كيهبط وكيطلع فهمتي، كيعلموكم النظريات يمكن اكثر، النظريات الاقتصاديه فهمتي، بحال هذاك قال لك ريكاردو وريفالدو. انا الايكونوم اللي قريت فهمتي ماكرو ايكونومكس ومايكرو، وكانت ديما غير المنحنيات وعلاش هذا طالع وعلاش هذا هابط. المهم سكي نيكست، سكيلو نيكست ساموراي، كون تي فا فير دي لايف تويتش مون امي جو سي با اسكو فو فو فولي فو هاو دو يو سي يو وانت، شنو هو لو فيرب دو وانت؟ فو فولي، فو فولي وي جو سي با اسكو فو فولي دي لايف دو تويتش. هضر اسبانيوليه، ما كاين لا اسبانيوليه، اجي اجي دخل علمينا الاسبانيوليه، يلا ندخلوا نتعلموا الاسبانيوليه. واخوتي اللايف بقى فيه جوج دقائق، في اللايف جوج دقائق اخواتي، بقى فيه جوج دقائق، واش نكملوا اللايف اخواتي نكملوا ولا صافي؟ السلام عليكم، تهلا غدا وتاني. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايره؟ الحمد لله. انتينا بخير الحمد لله. انت اسبانيوليه مغربيه حق عايشه في اسبانيا؟ كومو استا اسبانيا؟ un poco mal por el covid pero bien الحمد لله. الحمد لله. خدامين ولا لا؟ كنقرا اونيفرسيتاد. ثاني سنة قاش كيقولوا كمل كمل، والله ما عرفت اخوتي، نشوف راه شوفي يا سيستريتا راه بقات اون مينيتو فهمتي، وغادي يسالي اللايف فما نعرف واش سقطنا نهضروا، ولكن شنو سميتك؟ كومو تي شنو سميتك ياك؟ كومو تي ياماس كومو تي ياماس. بسمة ايوا نايس تو ميت يو بسمة، كي قارية ولا ها؟ قلت لك متشرفين. متشرفين بسميتا، ولكن شنو كدير في حياتك؟ كتقراي ولا؟ كنقرا كيميكال انجينيرينغ. في اين الجامعة؟ دي غرانادا دي مارفي؟ لا في أليكانتي. أليكانتي دي باينة فهمتي، الفقراء. لا حرام عليك. ذا بوبريتوس. أليكانتا فين جات هذه؟ فين جات أليكانتا؟ جات كوستا بلانكا، كنعرف فين جات فالنسيا تحت منه. كنعرف فالنسيا كان كيلعب فيها دافيد فيا، ولكن هو مدينة تحت منه، نيت بروفينسيا، نيت كوميدا فالنسيا، كوميدا فالنسيا. المهم بسمة غادي يسالي اللايف، غادي يسالي اللايف، باي باي.